مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه، مدينه الدار البيضاء. وفي اغرب طريق غتشوفوها هنا في البرنوسي، طريق اللي تدخل ليها ما تخرجش منها، يعني حتى حنا ما فهمناش هذا اللي جاوا بغي صوب الطريق هذه. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ذكي اكثر من القياس كما كيقولوا عليه الناس. بغى يبدع دار طريق ما كتجيب، لانه الغريب في الامر هو انت تقدر تجي من هنا، يعني كما كتشوفوا ما كايناش حتى شي بلاكه ديال المنع، وتقدر تجي ملي غدور مع الطريق هذه غتلقاها محبوسه. اذا انا بغيت غير نفهم هذا السيد اللي صاوب الطريق هذه واش خدم دماغه اكثر من القياس، ربما بغى انه يبدع، بغى انه يعطي شي تصميم افضل واحسن، لكن ما صدقتش ليه، لان كما كتشوف ما كايناش علامه ديال المنع بتاتا، يعني ما كاينش المنع نهائيا. وهذا السيد هذا اذا اي واحد غادي يجي من هنا، انت شوف انا غادي نمشي فيهم وقتها. هاد البلاصه ما فيها حتى شي بلاك نهائيا، ما فيها حتى شي بلاكه، يعني ما فيها حتى شي علامه ديال التشويره او علامه ديال المنع، وكتدور من هنا ملي غادي تمشي غتلقاها من تما محبوس. يعني شوف غريب 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 غريب، يعني تعيا ما تهضر وتعيا ما تفسر، ففعلا طريق غريبه بكل صراحه، وكيتصيدوا فيها الناس بزاف، كيتصيدوا فيها الناس بزاف. شوف 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 شوف، كتوصل لهنا كتلقى الطريق بلوكي، يعني على الاقل هذيك خاصها تكون دوره، ما خاصهاش تكون محلوله. الطريق هذه ولا اللي حاط هذا البلو فاش كان كيفكر؟ اذا ها انت ما كاين حتى شي بلاكه، حتى شي علامه ديال التشوير، فقط الطريق عادي، اي واحد غيبغي يدور على اليمين غادي يدور منها، وللاسف ملي غادي يدور ما غاديش يلقى منين غادي يخرج. الغريب غريب 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 بكل صراحة. شوف شوف شوف، يعني السيد منين غادي يخرج؟ يعني اي واحد عرفتي كيدخلوا الناس هنا وكيحصلوا في لافان ديال، يعني اي واحد غادي يدخل غادي يتصيد. شوف انت شوف غادي يوقع لك السيد، واش غادي يوقع ليه؟ شوف هاو تصيد، هاو تصيد، هاو تصيد، هاو تصيد، هاو غير هذا حيت موطور هاو يطلع فوق الطروطوار وغادي يمشي. شو ولكن كون كانت سيارة هذا هو موطور طلع فوق الطروطوار وخرج، ولكن كون كانت سيارة كانت تجو حل. هي هي قدامكم لايف شيماء الصحراوية. السلام عليكم. سلام اختي شيماء، هاو تصيد وحد اخر، يعني وحد اخر تصيد، يعني هذه كتصيد الناس انت تصيدتي. إذا كتصيد الناس أي واحد غادي يدور منا غادي يتصيد، والله يستر فاش غادي يرجع مارشال يقدر يدير حادث. هنا هو السيد حتى هو لايف، هادشي راه هادشي اللي كنصورو لكم راه مباشر. الناس اللي قادوا الطريق هادي فاش كانوا في هذيك اللحظة كيفكروا، ولكن راه غريب، يعني أي واحد كيدور من هنا كيتصيد، أي واحد غادي يجي من هاد الطريق هادي لأنه على أساس أنه هو باغي يدور على اليمين، لأن كتعتبر طريق مختصرة، ملي غيوصل هنا غيلقى بلوكاج أي تحبس. يعني شي كتبين كنشوفو راه في الأخ دريس أيت سعيد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فراه لا حول فعلا أخويا، راه مايمكنش هاد الناس. هادي ما فهمتش أنا، ما فهمتش هذا، راه واخا تجيب شنقول لك، تجيب دري في البريمير في الابتدائي وكيعرف غير يلعب هذيك اللعبة ديال المتاهة، وما غاديش يخير. عرفت هذيك اللعبة ديال المتاهة اللي كنت مغادي بالسيلو باش تخرج من من البلاصه ا حتى البلاصه بي، وكتلقى بعض البلايص مبلوكين بعض البلايص محبوسين بحال هكا. يا الا جيتي من هنا تميتي جاي غتوصل هنا غتلقى مبلوكي، يعني دري صغير في البريمير ابتدائي غادي يقاد لك الطريق هذه احسن من هاد السيد هذا. لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفتش والله ما عرفت انا، عرفتي كنا جايين من هنا وحنا قول بالنا، حنا على باش درنا اللايف راه حنا تقولبنا والله الاخوان، الى حنا تقولبنا. يعني كيف ما كتبعاتي والناس كيتصيدوا بزاف، الناس اللي ما عارفينش كيتصيدوا كيتصيدوا كيتصيدوا، يعني كتدخل كتبلوك. انا ما فهمتش والله ما فهمتش، على الاقل يدير واحد العلامه ديال التشوير هنا ال دي ار بي، ما والله ما عرفتش الناس كيفاش كيفكروا، ما عرفتش اللي حط هذا البلون هذا فاش كان ديك الساعه كيفكر. في اخ صلاح،
فين جات هاد الطريق خويا. هاد الطريق جات حدا وزينتي، قالوا على وزينتي القديم قرب جامع الفردوس في البرنوسي. ها هو نفس البرنوسي، هنا مقاطعه البرنوسي، هنا مقاطعه عين السبع، ولكن هو محسوب على البرنوسي. المدجي ديال الفردوس